السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. أنا النهاردة جايب لكم حاجة كده من اللي أنا بحبهم جدا جدا جدا، ويعني بص ماركة كده حنينة على قلبي أوي، لونجين، من الماركات الجامدة أوي لونجينز. جايب لكم المرة دي موديل اسمه جراند فيتاس. جراند فيتاس يعني القطار السريع، دي بالفرنساوي. دي انتاج لونجين عام 2012 او 2013. الساعة دي جميلة قوي، انا اشتريتها، هي ساعة مستعملة بس تحفة يعني. دي ساعة اوتوماتيك كرونوجراف. اغلبية الساعة دي البيس بتاعها ماكينة اسمها 7750، اسمها فالوكس 7750، بس طبعا لونجين خدتها وعدلت عليها، وطبعا طلعت الماكينة اسمها L667.2، دي عدلت عليها. الباور ريزيرف بتاعها 48 ساعة. دي هاند وايند ومالو اوتوماتيك. الساعة دي ساب فاير، يعني من قدام ومن ورا الزجاج بتاعها ساب فاير. على فكرة يا جماعة، صح العلم بس بشيء، الساب فاير برضو بيستخدم في الموبايلات، بيقول لك ساب فاير جوريلا جلاس عشان بيبقى مضاد للخدش، عشان كمان الموبايلات اغلبيتها تاتش سكرين، عشان لما تتخبط خبطه كده ما تكسرش او ما يحصلهاش حاجه. ده اوتوماتيك كرونوجراف، البيس بتاعها 7750. الساعه دي، معلش هتجاوب بس ساعه يا جماعه، فالايد هي بتشبر جامد. الساعه دي عقرب الثواني اهو، عند الشمال وعند رقم 9، هو ماشي اهو بالراحه. الكرونوجراف بتاعها بتدوس على الزر الاحمر اللي فوق ده، بيشتغل الكرونوجراف بعد ما بيلف 60 ثانية، بعد ما يلف اللفة دي كلها. العقرب اللي فوق ده بيجي تكة كده يمين، يعني كده عدى دقيقة. بعد ما العقرب ده العقرب الصغير ده يلف 30 دقيقة، العقرب اللي تحت ده يجي سنة يمين، يبقى كده عدى نص ساعة. الساعة دي تحفة يا جماعة، دي كانت من أحلامي اللي أنا أشتري ساعة لونجين. الأوستيك بتاعها أوستيك جميل جدا، جميل جميل جميل، اوريجينال طبعا، جينوين جينوين. لونجين اهي، ثواني ثواني افتح النور كده عشان تشوفوها اهو. لونجين مقاس 20، حتى كمان الباكل كمان عليها علامة لونجين. سامحوني يا جماعة معلش على بعض الخدوش دي، بس هي ساعة بصراحة بصراحة جميلة. اهي اهي العقرب اهو، هيجي يمين اهو اهو، بس كده. ساعة تحفة، ساعة مقاس 42. الساعة دي صراحة من الساعات الجميلة اللي أنا بصراحة بحب ألبسها، ومن الساعات الغالية اللي أنا بحب أشتريها. الساعة دي تمنها فوق 1200 دولار، يعني حوالي هنا في مصر. الأوتوماتيك كرونوجراف اللونجين عامل مثلا في مصر في سنة 2019 زي ما أنا بكلمكم دلوقتي، عامل في حدود من أول 32 وأنت طالع، 32 ألف وأنت طالع. ساعة تحفة تحفة تحفة. البيزل بتاعها فيكسد، البيزل ده فيكسد، بيزل ستانلس برضه أعتقد، ولا ده ألومنيوم؟ لا أعتقد ستانلس، ده ستانلس أهو. حالتها كويسة جدا بصراحة. دي ديت أوتوماتيك كرونوجراف. في أغلبية الساعات اللي بتبقى 77.50 بتبقى دي ديت، دي ديت بس مش دي، توقفها ونرست. دي بتبقى دي ديت بس، دي ديت. في دي ديت، وفي بيبقى 77.53، الماكينة بتبقى هنا، بيبقى بتغير، بيبقى فيه هنا زي بنز هنا كده بتضغط عليه عشان تظبط التاريخ، بيبقى التاريخ أغلبيته بيبقى عند رقم 6. ساعة تحفة يا جماعة، تحفة. أنصحكم بصراحة، أنا بصراحة بحب ماركة لونجين جدا 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 جدا، من الماركات اللي أنا بصراحة بحترمها أوي 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 أوي، واشتريت من ناس ساعات كتير أوي لونجينز. فأتمنى يا جماعة إن شاء الله الدنيا تعجبكم، وأي حاجة يا جماعة عايزينها ابعتولي في كومنتات. أي حد نفسه يشتري ساعة جديدة، أي حد عايز يشتري ساعة وخايف من الكشف عليها، ياريت تكلموني، وإن شاء الله إن شاء الله نساعد بعض بإذن الله. معاكم محمد تحسين، شكرا جدا يا جماعة ليكم، شكرا جدا.